سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيادتكم على دعمكم المتواصل واهتمامكم المتزايد لخدمة الوطن وأبنائه من الشعب المصري العظيم. كما أتقدم بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر. وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لرجال شركة النصر للكيماويات الوسيطة، قيادة ومهندسين وفنيين وعمال، على جهدهم العظيم من أجل إنجاح هذا الصرح العملاق، وأحثهم على بذل كل الجهد لرفعة شأن شركتهم. سيادة الرئيس، في نهاية كلمتي أود أن أؤكد بأنه سيبقى منهجنا دائما عمل جاد وتطوير مستمر، جودة عالية ودقة متناهية، ونعاهد الله ثم سيادتكم أن نبذل الغالي والنفيس لأجل أن تبقى صروحنا الإنتاجية حاضرة في قلب المشهد التنموي للدولة المصرية، ومثالا يحتذى به لنهضة صناعية وزراعية تليق بحجم آمال الأمة المصرية. حفظكم الله سيادة الرئيس، وسدد على طريق الحق خطاكم، ودائما وأبدا تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المرحبين.